والحقيقه وزي ما هو واضح خلال الفتره الاخيره ان كل حاجه الحقيقه بتحصل في الحمد لله والشكر لله، ده كرم من عند ربنا اولا قبل ما يكون اي حاجه، لان احنا صوت النادي الاهلي، هذه القناه وهذا البرنامج وكل برامج قناه الاهلي هي صوت النادي الاهلي، وبالتالي اي نجاح بيحسب لهذه القناه فهو بيحسب ايضا لاداره النادي الاهلي وللنادي الاهلي، لانه زي ما قلت لحضراتكم احنا صوت النادي الاهلي، اي حاجه النادي الاهلي بيعوزها احنا بنمشي تبعا لسياسه النادي الاهلي. الحقيقه الكلام اللي اتقال امبارح في مكالمه الكابتن سيد عبد الحفيظ اعتقد ان كان او طلع بعد المكالمه الطويله اللي كانت موجوده هنا في البيت الكبير ما بيني وما بين الكابتن سيد عبد الحفيظ امبارح، طلع الكابتن احمد مجاهد اللي احنا بنشكره جدا جدا الحقيقه واتكلم وقال هذا الكلام، هو قال ما فيش تفسير وما فيش كذا، ولكن انا هقول لحضراتكم بعض التفسير. وعموما انا شخصيا زي ما قلت لحضراتكم امبارح كمشجع اهلاوي ما يفرقش معايا، يفرقش معايا ايه التفسير، ولا عايز اعرف ايه التفسير، يعني هنعرف وهنقول لحضراتكم او كل واحد هيدلي بدلوه في هذا الامر، ولكن في الاخر ان النادي الاهلي هيلعب بكامل نجومه، وان شاء الله منتخبنا الوطني لو وصل المباراه النهائيه هيلعب بكامل نجومه، هو ده اللي يهمنا كمصري وكاهلاوي، مش عايز حاجه تانية. التفسير بقى هنجتهد ونقول هل البطوله هتتلغي، هل البطوله هتتاجل لشهر 6 اللي جاي زي ما بيتقال، هل البطوله هترجع 3 4 ايام لورا وبالتالي تنتهي يوم 1 فبراير وبالتالي يبقى النادي الاهلي او 2 فبراير والنادي الاهلي يبقى عنده 4 5 ايام ما قبل بدايه كاس العالم للانديه، كل ده هنتكلم فيه وكل ده هنقول ونروح ونيجي فيه، ولكن في النهايه لانه البعض الحقيقه بيقول ان مثلا النادي الاهلي يخاطب او بيشكر الكابتن احمد مجاهد، يستحق الشكر، يعني انت يا عم اسلام امبارح طالع تقول كذا 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 والنهارده بتشكر احمد الكابتن احمد مجاهد، هو ده الاعلام بالمناسبه، هو ده الاعلام، لان امبارح لغايه امبارح كان هناك موضوع او كان هناك مشكله تخص النادي الاهلي، احنا لما اتكلمنا وانتقدنا ما بننتقدش اشخاص ولكن بننتقد رئيس اتحاد، والنادي الاهلي لما بعت للاتحاد المصري لكره القدم النهارده هو بعت بيشكر الجهد المبذول من الاتحاد المصري ايا ما كان اسم رئيس الاتحاد او ايا ما كان اسم اللي موجودين في الاتحاد المصري لكره القدم، لو كان فلان ده لا ينتمي للنادي الاهلي وهو رئيس الاتحاد فكان النادي الاهلي هيشكره على الجهد المبذول اذا كان هناك جهد مبذول، وبالتالي محدش يقول ان هو هيمشي قريب، انا بتكلم مع اتحاد كره القدم المصري، كره القدم المصري اللي بيمثله النهارده كابتن احمد مجاهد، اللي بيمثله يوم 6 يناير ده حد تاني، لما نشوف مين الحد التاني، ولكن في النهايه أنا بتكلم مع الاتحاد المصري لكرة القدم، وبعدين